ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الاحد 23 اكتوبر تشرين الاول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية الاولى مواليد 23 اكتوبر ل 2 نوفمبر. عندك ايادي كتيرة للمساعدة النهاردة، بما انك بتتواصل حاليا بصورة حلوة مع كل الاشخاص اللي حواليك، وهتعرف تعرض الموضوع ده في خططك بشكل كبير. في جو من الإثارة هيبقى عندك، ممكن تجتذب تابعين متحمسين بسرعة كبيرة. ما تترتبش النهاردة في كل الأشخاص اللي هتحصل ليك وكل الأحداث، هتتقبل أي مساعدة بتتعرض عليك النهاردة. حاول أنك تبقى متفتح تجاه كل الأفكار مع كل الأشخاص اللي حواليك، علشان تعرف تدمج الأفكار دي في كل خططك الخاصة، وهتدفعك أكتر للأمام النهاردة. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. عندك مصادر كبيرة جدا للإلهام، هتستفيد لأقصى درجة ممكنة من كل الفرص اللي بتدخل فيها روح جديدة عندك لأفكارك ولخططك، والحديث مع كل أصدقائك وزملائك هتغير نظرتك الخارجية للأمور، وممكن تبقى مفيدة جدا ليك. هتبقى منفتح أكتر لكل أنواع التجارب والأفكار الجديدة اللي بتتقدم فيها أكتر، لكن بنصحك انك ما تنقضش بعيدا عن مسارك الاصلي، لازم تبقى صادق كتير جدا مع نفسك. بالنسبة ليك النهاردة يا عقرب، توقعات العشرية التالتة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. عندك توسع كبير جدا في الافاق في الوقت الحالي، بيبدو ان طريقك للنجاح يعتبر مسدود جدا، على الرغم من انك كنت دايما على الطريق السليم فيه. خليك دايما حاضر اكتر، وحاول انك تعرف تستغل الطريق ده وتتقدم من خلاله بانك تتبع طريقتك القديمة. النهاردة الوقت مناسب علشان تلاقي عقبات كتيرة في طريقك واضحة وضرورية جدا. هتعيد تقييم الموقف ده بتمعن، وهتبص لكتير من الاحتمالات الجديدة. هتحاول تغير مدخلك للامور، وهتركز على المهمة الاساسية لما تبقى بتتقرب اكتر من هدف. بيقضي القمر يومه في برج الاسد المبدع الحازم، بيشكل كوكب المريخ والمشتري خماسي، ده هيحرك دافعنا للانتاج والعمل والنمو والتحسن. نحن على استعداد علشان نخلي حظنا بأنفسنا واسع جدا، هيكون عندنا حيلة كبيرة، ممكن نلاقي كتير من الطرق علشان نطلع ليها تحت التأثيرات الحلوة دي. ومع ده هيكون كوكب المشتري وزحل بيشكلوا شبه مربع مع بعض، هنكون من خلالهم بنرغب اننا نتوسع اكتر، الا اننا ممكن نواجه شوية عقبات او ممكن نتحقق منها في واقعنا. في كتير من الهيكلة لحياتنا، اهدافنا واعمالنا في محلها، مفيش حل سهل. ان النهاردة هنحتاج اننا نواصل الشغل والعمل اللي بيعتبر جاد، هنحرص تقدم اكتر حتى لو بسيط، حتى لو كان في نوبات وبدايات كتيرة، من الافضل اننا نبث فيها حياة جديدة في خطط قديمة، بدل من اننا ننفذ مهمة جديدة تماما في الفترة دي. لازم نراقب تمددنا واللي بيعتبر مفرط اكتر، اللي هيمكننا من اننا نسيطر على كل احباطاتنا. هنتعرض اهدافنا النهاردة الاجتماعية والشخصية في الوقت ده، ده هيتطلب مننا كتير من التعدلات. المرة دي هي المرة التالية.